ما أدري، ما أعرف شو أسوي، بس أنا حيل خايفة. يا ربي بس لا يفضحنا ويسوي هالسالفة بالقرية. على شنو يفضحنا؟ احنا سوينا، مو الناس كلها شافت الباب انكسرت. لا مو كل الناس، بعدين هو إذا يريد يوصلها ما راح يوصلها بطريقة حلوة، أكيد راح يوصلها بصورة مو حلوة. بابا احنا هنا عندنا أهم شي سمعتنا، وأني عشت عمري كله بس حتى أحافظ على سمعتي وسمعة أهلي. معقولة هيك كبرت الموضوع ريف؟ ترى الناس ما يعرفوني ليا، يعرفون من ريف. شنو نمتي؟ يلا أحمد خليني أروح أنا، أريد أحكي وياك دقيقة. ضايجة اليوم وأنا ما أقدر أخليك تروحين تنامين ضايجة. يلا مو ضايجة، روح قولي والله. ودعتك. يلا تصبحين على خير. صباح على خير. شوف رائد، أنا جيت حتى أقول لك على شغلتين. إيه قول. أولا على موضوع هاي القهوة وذول الناس، يا أخي والله أخاف عليك، بعدين أنت كبير مو صغير حتى أعطيك دروس. إيه صحيح، بس يا أخي هو المكان الوحيد اللي أرتاح به، يعني وين أروح؟ خفف من روحاتك شوية. ماشي. ثانيا ما أريدك تضوج، لأنه ريف ما صارت من نصيبك. صح هي بتعمك وأنت تحبها، بس إن شاء الله يعوضك بالأحسن. أنت بس صف نيتك ولا تستعجل. ألو، هلا هلا بالحجي، طمني شلون صرت؟ الحمد لله الحمد لله. بشر، أكو أحد شاك بي؟ إجا ببالك شخص عنده مشكلة وياك؟ ودعتك أبو زيد ما يضيع، بس أصبر وأقوم على حيلي. هاي القرية أنا عاجنها وخابسة، كل شخص بيها أعرفه ما يضيع مني. وين يروح؟ يلا خير إن شاء الله، أشوفك إن شاء الله حجي. الله وياك، مع السلامة أبو زيد. مع السلامة. الله يشافي. آمين. يلا أروح أنا، مع السلامة. الله وياك. هلا أبو زيد.